اهلا وسهلا، نستكمل في هذا المقطع ما قد توقفنا عنده في المقطع اللي فات من سلسلة سؤال مش محيرني مع كابتن داود بي لمعي وفيديو اي مسيحي او صدق. دعونا نستكمل. إيه بطرس دخل كرنيليوس مش فاهم يعمل ايه، كان هيسجد، قال له لا ما تسجدش، استنى انا انسان زيك، وقعد يوعظ. ولما حل الروح القدس عليهم ابتدى ربنا يأكد له انه يا بطرس انا عاوز الناس دي فتفقوا يتكلمون بألسنة عشان يتأكد ما زلنا ان هو في موضوع الألسنة. يليق بهم المعمودية، ما حرمهمش من المعمودية. التيارات الكاريزماتية لغت المعمودية، لغته تماما. يقول لك خلاص انت كده بقيت متعمد. متعمد ازاي؟ فين الكاهن وفين الكنيسة وفين حصل. المسبح وفين المعمودية وفين عارف. المية؟ فين المعمودية؟ أنا كده اتعمدت يعني إيه؟ طب وليه ده مش حاصل في سفر الأعمال؟ وليه بطرس ما قال لهمش أنت اتعمدت وخلاص؟ ليه قال لهم لأ؟ أقادر أحد أن يمنع الماء؟ يعني إيه؟ يلا هاتوا مية، بدل الناس دي أمنت وصادقة في إيمانها ونعمتها. طبعا موضوع المعمودية، يعني انت جاي داود بيه يقول لنا ان اي مسيحية مصدق، ما طبعا احنا ايه زي ما بدأنا من الاول ان انت لازم تؤمن بوجود اله، ولازم تؤمن بوجود الاله بتاع هذا الدين، وكمان جوه هذا الدين لازم تؤمن بالعقيدة اللي جوه الطائفة الواحدة اللي هي الطائفة الصحيحة بعيدا عن الطوائف الاخرى، لان كده هي دي الطريقة الوحيدة اللي انت هتخلص بيها. اذروايز لو لم تؤمن بوجود اله او لم تؤمن بوجود هذا الاله بتاعهم، او حتى جوه الطائفه جوه الدين الواحد بعيد عن الطائفه بتاعتهم، برضو ايه انت هالك لا محاله. طب يا عم داود بيه تعالى اثبت لنا الكلام اللي انت بتقوله، يعني ليه الطائفه بتاعتك مثلا افضل من الطائف الاخرى؟ قال لك المعموديه. ايه يا عم المعموديه دي؟ وقعت تفهمش بقى اللي هو اساسا انت تدور على تاريخ المعموديه دي، تلاقي ان كان بيقوم بيها ناس في اديان اخرى قبل اليهوديه، واليهود غشوا منهم هذه الطريقه، يعني الزوروأستريانز عندهم حكايه المعموديه دي واليهود غشوها منهم، وبعدين كان بيقوم بيها ناس اخرين بعيد، يعني اللي هو ايه قال لك يوحنا المعمدان ومش عارف ايه، وتكتشف ان ده دين مختلف تماما، وكانوا بيقوموا بموضوع المعمودية، وده ليها افكار تانية خالص بعيدة عن اللي هما بيقولوا عليه ده، وهم غشينها منها وخدوها بقى، يعني غشوها من الاديان دي وحطوها ركبوها على الدين بتاعهم وعملوا لها اهمية قصوى، وقال لك بقى المعموديه دي بقى اللي هي مش عارف انت بتدفن مع المسيح وتطلع معاه وبتاع وشويه خزعبلات. يعني هو قاعد يتريق على الناس اللي بيعملوا حركات في داخل العباده بتاعتهم، ويقول لك ان ده كده ايه، ده كلام فاضي. طب انت يا عم جوه العباده بتاعتك انت بتعمل ايه في الطائفه بتاعتك؟ قال لك بنجيب عيل صغير عنده 20 يوم ولا 40 يوم ولا بتاع، ونغطسه في ميه ونطلعه من الميه 3 مرات، وكده بقى ايه كده هو يعني تحول الى شخص مولود من الماء والروح، وكلام فاضي. وقال لك بقى الكائن لازم يبقى موجود عشان برضو الايه الاشعه الكونيه، والكائن ده بقى ايه بيجيب الروح القدس بقى وبتاعه ويحل على وخزعبلات رهيبه رهيبه جدا. فايه الفرق بينك؟ يعني كل دي هرتله كبيره جدا ومفيش عليها اي دليل ومفيش عليها اي حاجه خالص من جوه الكتاب، اللي هو برضو نفس الكتاب اللي بيأيد اللي التانيين بيعملوه اللي مش عاجبينك. فتقعد تفكر كده، يعني هل ده كلام عقل يا جدعان؟ يعني في ايه هو اللي انا اجيب عيل صغير واحطه في الميه واطلعه من الميه؟ ويعني ايه رمز ورمز للموت وقيامه ايه الهرتله دي؟ ومش عاجبه بقى هرتلات الناس، لا احنا ايه دعنا نهرتل، احنا نهرتل ونقول لك بقى المعموديه والكاهن بقى اللي موجود بيجيب بقى الروح القدس ويحل على الناس ويعمدهم ويعمد الطفل وبتاعه ومش عارف ايه، ده كده هرتله مقبوله، احنا من حقنا ان احنا نهرتل. انما انت تيجي تهرتل لا. فانت يا عم داود بايه هرتل ودع الاخرين يهرتلون، لان يعني الهرتله مش حكر عليك، وطالما انت ما بتقدمش اي دليل علمي او مادي او منطقي على اللي انت بتقوله، فاللي انت بتقوله ده كله يعد في منظومه الغيبيات والهرتله. فليه انت بتدي لنفسك حق الهرتله والتحدث في الغيبيات وبتمنعه على الاخرين؟ ما تخلي عم الناس تهرتل، تعال كمل هرتله. معمودية حقيقية، وبطرس ده رئيس كهنة معتمد من ربنا ايه يسوع، مخصوم مستلم عليه، السلطة، مش أي شخص مش أي اللي حاجة. هيعمد برضه. لا لازم يكون واحد من يأتي مع الأمم الحركات السوداء. الكاريزماتية. أنا ما زلت بتكلم في سؤال المسيحية، أنهي مسيحية؟ المسيحية المشوهة اللي معطلة الكرازة على فكرة. ليه؟
بينما البعض يظن أن الطيارات الانفعالية دي ممكن تجذب ملايين. أولا في رأينا هي تجذبهم لإيه؟ لمسيحية حقيقية ولا شكل من الخارج لكن مش حقيقي؟ يعني برضو مازال يقول لك، يرجع يقول لك انا ما زلت في انهي مسيحيه؟ طب الطيارات دي وحشه، طب يا عم والباقي ايه؟ بقيه الطيارات اللي ما بتعملش الحركات دي واللي عندك انت، اللي الهرتله اللي عندك انت في طائفتك بقى وفي الكتاب بتاعك ده، وضعه ايه يعني؟ ليه احنا نصدقه؟ ليه عايزنا يعني انت عمال تقول دول بيهرتماش، احنا يعني معاك ان دول بيهرتلوا، طب ما انت كمان بتهرتل. طب برر لنا الهرتله اللي انت بترتلها، برر لنا موضوع الكهنوت ورئيس الكهنه واستلم مش عارف ايه، برر الكلام ده. ايه المنطق في الكلام ده؟ ولا حاجه. ايه المنطق في الحركات اللي انتوا بتعملوها والتناول والمعموديه والاسرار الكنسيه وبتاع؟ ايه التبرير؟ ولا حاجه. طب ايه يعني، ايه اللي يخليك انت صحيح وهم غلط؟ طب هم غلط انت صحيح ازاي؟ مفيش برضه. تعالى كمل هرتله. هل كل واحد بيقول اسم المسيح هو كده بقى مسيحي حقيقي؟ انا عارف احنا عندنا في سفر الاعمال القصة المشهورة، الشخص اللي حب يخرج شيطان باسم المسيح الشيطان مسكه ضربه، اولاد سكاهو اللي هم بولس انا عارفه المسيح طبعا عارفه، انتوا تطلعوا مين؟ اذا ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، من الذين يفعلون إرادة أبي. احنا لما نفعل إرادة أبي نذكر الإنجيل كويس ونعرف المسيح عايش ازاي والقديسين عاشوا ازاي، ولن نخطئ الطريق للملكوت، مش هنمشي وراء. هنا بقى مربط الفرس اللي هو بقى ايه، مش كل الناس اللي هتقول لك يا رب يا رب، لا ده في ناس معينين من وسط الناس اللي بيقولوا يا رب، حتى لو في مثلا معجزات او حاجه فده برضو ايه، ما تصدقش. طب تصدقنا احنا ليه يا عم؟ طب انت ايه الفرق بينك وبينهم؟ ما ده بيهرتل وانت بتهرتل، هو ده بيعمل حاجات من غير دليل وانت بتعمل حاجات من غير دليل. قال لك لا، احنا ملتزمين بالكتاب ده. طب يا عم الكتاب ده مليان هرتله، ايه اللي يثبت ان الكتاب ده صح؟ هي حلقه مفرغه عمالين ندور فيها. وبعدين قال لك اللي يخليني انا بقى افضل منهم، مسيحيتي افضل منهم، ان انا ملتزم باللي قاله المسيح والقديسين. وموضوع القديسين ده موضوع مهم جدا في العقيده السلفيه الارثوذكسيه. ليه بقى؟ لان قال لك ان الايمان ده احنا تسلمناه عن طريق القديسين، والقديسين دول حاجه مهمه جدا جوه الكنيسه، واقوالهم وحياتهم حاجه مهمه جدا جوه الكنيسه، ومن غيرهم يعني لو انت طلعت من الكنيسه الارثوذكسيه السنكسار اللي هو هذا التاريخ المزيف الملفق اللي اسمه السنكسار، وطلعت منه سير القديسين والتمجيدات للقديسين والسيدة العذراء والكلام ده كله، لن يفضل شيء من الكنيسة الأرثوذكسية. تبص بقى انت على القديسين دول، من احد القديسين الكبار دي يعني معظم القديسين دول لما تقرأ سيرهم تلاقي الناس دي، ومع ده مع الاحترام للجميع يعني، الناس دول كانوا مرضى، معظمهم كانوا مرضى. تفكر مثلا في القديسين الاوائل اللي هم مثلا واحد زي ايه، انطونيوس مؤسس الرهبنة. تقرا قصه حياه الشخص ده، ومش تقراها مثلا من يعني مش هقول لك ايه مصدر علماني محترم بيكتب تاريخ محترم، لا تقراها حتى من مصادرهم هم، مصادر الكنيسه الارثوذكسيه نفسها. لما تقرا حياته وتصرفاته وقصه حياته هذا الشخص هذه الشخصيه، تكتشف ان هو كان انسان مريض عنده سكيزوفرينيا. والكلام ده مش من عندي يعني، تقرا كده مثلا من موقع ايه، موقع الانبا تاكلا santacla.org، بيحكي لك قصة الانبا انطونيوس. دور كده على وهحط اللينك برضو عشان ايه، ممكن تدخل برضو تدور على قصة الانبا انطونيوس وتقرا بقى الكلام اللي موجود، ان هو ايه ولد في محافظة بني سويف لوالدين غنيين، وبعدين قعد يفكر ان ايه العالم ده فاني وبتاع، فراح باع كل املاكه وطلع قال قعد في حتة جنب النهر، وبعدين لقي نسوان جايين يستحموا، فراح يكلم النسوان يقول لهم انتوا بتستحموا ليه هنا وانا قاعد؟ فقالت له انت لو راهب بتطلع على الجبل. فقال لك بقى ايه ده، ايه صوت الاله ليا بيقول لي اطلع على الجبل. وبعدين القصه بقى يقول لك ايه، ظهر له بقى ملاك، والملاك لابس القلنصوه دي اللي مش عارف ايه اللي هي البتاع اللي بيلبسوها على دماغهم وفيها الحاجات وطريقه اللبس اللي هم لابسينها، الملاك يعني جاي لابس اللبس ده عشان يعرفه يلبس ايه. وكانت النتيجه ان هذا الشخص طلع بقى قاعد في البرية لوحده، وقاعد بقى ايه عايش حياة التوحد يعني وبتاع. وبعدين وهو بقى عايش حياة التوحد قال لك بقى هناك حاربته الشياطين علانية، ترى على شكل نساء
واخرى على شكل وحوش مرعبه. فتقعد تفكر كده، هو في حاجه اسمها واحد عاقل يسيب كل حاجه وبعدين ايه اللي عايز يتوحد وبعدين يسيب الناس كلها ويقعد 30 40 سنه ما بيشوفش بني ادم خالص، قاعد لوحده، وهو بقى في الفتره دي اللي هو معزول فيها ما بيشوفش حد، بيطلع له بقى الشياطين على شكل ايه، مره على شكل نسوان، مره على شكل وحوش مرعبه، وهو بقى بيقعد يحاربهم وبتاع. لو حد جه قال لك الكلمتين دول النهارده، جه قال لك انا يا عم انا هسيب الدنيا دي كلها واطلع اقعد على الجبل لوحدي، اصل انا ايه هصلي وبتاع، ومش مثلا هطلع اقعد يوم ولا اتنين، لا ده انا هقعد اقعد 30 40 سنه. لو الانسان عايش لوحده بالطريقه دي في مكان معزول بالطريقه دي هيتجنن لا محال. بالاضافه بقى بعد كده يرجع يقول لك بقى ده انا وانا هناك بقى لقيت بقى ايه واحده ست حلوه وجات لي وبتاع، وبعدين طلع الشيطان وانا قاعد بحارب الشيطان والشياطين اتلموا عليا وضربوني ومش عارف، وطلع لي ملاك لابس ايه فانا بلبس زيه، وبعدين بقى في وحش مرعب طلع الوحش ده وانا بحارب الوحش وبتاع. ده انسان مريض، دي هلوسات سمعيه وبصريه. فيعني ايه يعني انسان مريض، انسان مريض نفسي، وكان المفروض ان هو يتحط في المصحه الامراض النفسيه لان اللي بيحصل له ده مش طبيعي. المشكله ان الكنيسه الارثوذكسيه بتاخد دول وتعملهم قديسين وتاخد اقوالهم وافعالهم وتصرفاتهم وتعملها قدوه، ولو انت قلت اي حاجه غير كده تبقى انت خارج حظيره الايمان، وبالتالي سيتم ايه القصاص عليك وتروح الجحيم ويتم العذاب الابدي عليك لان انت ما صدقتش مجموعه من المختلين عقليا. قصه مثلا زي قصه ايه سمعان الخراز اللي هو المفروض ان هو نقل جبل المقطم. اولا القصه واحد قاعد اسكافي بيصلح جزم، وبعدين ارى الايه اللي يقول لك ايه ان عصراتك عيلك اليمنى فاقلعها واركعها عنك لانه خير لك ان تدخل الحياه اعور من ان يلقى جسدك كله في جهنم. فليه واحده قاعده مش عارف رفعت شلحت رجلها ولا ايه، راح خبط عينه خرمها، انسان مجنون. اولا الكلام ده كلام برضو ايه يدعو للجنان، يعني كلام المسيح في الانجيل ده كلام برضو ايه جنان شرعي، وما كانش فيه اي حاجه بتوضح في الكلام ان الكلام ده ميتافوريك او الكلام ده رمزي، لا ده هو بيقول لك ان عصراتك يدك اليمنى فاقطعها واركعها عنك او رجلك لانه خير لك ان تدخل الحياه اقطع من ان يلقى جسدك كله في جهنم. يعني انت هتفضل حتى لما تدخل الحياه الابديه دراعك مقطوع او ايدك رجلك مقطوع او عينك مخروم. ما كانش فيه اي حاجه تقول ان هو يعني المسيح ما قالش ان ده كلام ميتافوريك، ما قالش ان دي حاجه كده اللي هو ايه رمزيه، لا ده بيتكلم حقيقيا، والراجل خد الكلام لانه مختل عقليا ونفذه وخرم عينه. وبعدين قال لك اصل الراجل ده نقل جبل المقطم. يا عم طب في اي دليل تاريخي على نقل جبل المقطم؟ اطلاقا اطلاقا لم يذكر في اي صفحه من صفحات التاريخ اطلاقا، ما فيش الا تاريخ الكنيسه الارثوذكسيه الملفق بس هو اللي كاتب هذه القصه. طب هل في اي دليل جيولوجيكال او جيوغرافيك، اي دليل جغرافي او دليل جيولوجي؟ ما ده جبل كان موجود في حته وبعدين اتنقل في حته تاني، طب اثار الجبل في الحته دي موجوده؟ لا. طب في اي دليل خالص على الكلام ده؟ لا ما حصلش، ما فيش اي دليل اطلاقا. وبعدين صور لك الموضوع بقى، قال لك الجبل كان بينط والشمس تبان من تحت وبعدين ينزل تاني وقعد يتنطط وبتاع، حاجات خزعبليه رهيبه. والنهارده المفروض ان هذا الانسان المختل عقليا كان المفروض يتحط في المصحه للامراض النفسيه اللي راح خرم عينه عشان شاف رجل واحده، النهارده ده بقى قديس وبقى نقل جبل المقطم، وبقت دي قصه وبتذاع على الاطفال يا عيني، ويعني يتم غسل دماغ الاطفال في الكنايس بهذه القصص. ويجي عمك داود بيقول لك هو دي المسيحيه الحقيقيه الصحيحه اللي هي ايه الاصلي، التقفيل الاصلي بتاع بلاده، انما اي تقفيل تاني اللي هو بقى مثلا ايه بيعملوا يعني الهرتله دي بتاعتنا دي اللي ما فيش عليها دليل تاريخي، ما فيش عليها اي حاجه، الجماعه اللي هم المغيبين دول، الجماعه اللي عندهم سكيزوفرينيا وعندهم امراض نفسيه رهيبه وامراض عقليه وذهنيه، مش بس امراض نفسيه واختلال كيميائي رهيب في المخ، دول القديسين والاباء اللي المفروض ان احنا نمشي وراهم، دي هرتله مقبوله، انما الهرتلات الاخرى لا دي ما نقبلهاش. ويرجع في الاخر يقول لك لا طبعا دي المسيحيه الحقيقيه اللي انت ايه لازم تلتزم بيها. كمل عم داود بيها ارتل اي طيارات لمجرد نبسط الناس ونعجب الناس ونريح الناس ونجيب الاف من الناس ويمكن نطلع فلوس كتيره من الناس، كل ده طيارات تخوف.
مع البعد الكاريزماتي اللي فيه الألسنة والانفعالات العالية يأتي بعد آخر جديد اللي هو ادعاء الآيات والمعجزات. برضو في بعض الميديا لما تتفرجوا على حاجات زي كده تفاجأوا انه في القنوات دي او في اللقاءات دي في ناس تطلع تتكلم عن المعجزة اللي حصلت. الحقيقة ده برضو منهج لم نراه في حياة المسيح. في اغلب معجزات المسيح كان يقول ايه؟ ما تقولش لحد، روح وري نفسك للكاهن. الوحيد اللي قال له روح اتكلم كان مجنون الجدريين، وده بيقول له خليني معاك، قال له لا اصل انتوا اهل بلدك طردوني، روح قول لهم عشان يبقى عندهم فرصة يعرفوني. ما عدا ذلك كل المعجزات بما فيهم اللي كانوا بيطلع منهم شياطين لا يدعهم ينطقون. اذا عملية الاستعراض اللي بتبقى مصحوبة بكل واحد يطلع يحكي المعجزة اللي حصلت له لتمجيد شخص يبدو أنه تمجيد للمسيح، لكن بصراحة المجد كله طالع لشخص، ده كلام غير روحي وكلام ما شفناهوش في حياة المسيح اللي بيخفي نفسه. والقديسين المتواضعين اللي يقول أنا ما أنا بصدق واللي بيخفي نفسه، وأبائنا المعاصرين اللي زي البابا كيرولوس اللي كان عنده مواهب معجزات كتيرة ويخفي نفسه، احنا هنشطب على ده كله ونصدق عملية الاستعراض دي؟ طب وبعدين لو قلت لي طب ما هو يمكن معجزة حقيقية، معجزة حقيقية ليس الدليل بالتالي او بدقة ان المنهج ده مظبوط. المسيح قبل ما نتكلم بقى في المعجزة الحقيقية والمعجزة البلاستيك، قال لك ان المسيح لما كان بيعمل معجزة ما كانش بيصيح، كان ايه يقول له لا بخبي نفسك وبتاع او لا يدعهم ينطقون. وحدث ان المسيح برضو في نفس الاناجيل يقول لك ايه، وكان بيروح ويبقى فيه 5000 واحد قاعد ويقعد يعمل معجزات قدامهم، ما كانش بيخبيها يعني. يعني لما كان ايه القصتين ثلاثه اللي هم الاعمى وبتاع وقال له روح وري نفسك للكاهن، والابرص قال له روح نفسك وري نفسك للكاهن ومش عارف والشياطين وبتاع، وطبعا كلام ما فيش عليه اي دليل، يعني مفيش اي دليل المعجزات دي حصلت. لكن حتى لما كتبت في كتابك كان المفروض انه يعني يقول لك يدخل بلد ويعمل معجزات قدام الناس كلها، هل ده مش استعراض؟ طيب اللي بيحصل عندكم في الكنائس، وقال لك البابا كرولوس اللي كان عنده مواهب معجزات رهيبه وبتاع، ده كنايسكم كتب المعجزات اللي فيها والتصريح على موضوع المعجزات في كنيسه ارثوذكسيه اكتر من اي كنيسه تاني في العالم. يعني كتب المعجزات اللي كتبت عن واحد زي كرولوس مثلا كتير جدا لحد النهارده. مكاري يونان في الاجتماع بتاعه بيطلع الناس يقول لك انا مش عارف انا كان عندي خراج فين وخف وكان رجلي مش عارف عامل ايه وجرى لها ايه، وكتب بقى معجزات بقيه القديسين بقى، تعالى بقى الفلتاوس وتعالى بقى حتى شنوده عملت له معجزات وكتب، ومش مثلا في الخفاء ولا لا، ده كتب علني وبتتكتب وتتباع. ودلوقتي لما بقى في ميديا بقى تطلع القنوات تعرض معجزات مكاري يونان والناس يطلعوا يقولوا، فيعني انتوا ما بتخبوش الموضوع ولا حاجه، ده الموضوع بيتكتب في الكتب ويتطبع ويتباع وكلها هرتله. تعالى بقى دلوقتي نتكلم بقى في الموضوع، يعني بوجهه نظرك انت اللي هو ايه، المسيح كان بيخبي؟ لا ما كانش بيخبي نفسه باعتراف الانجيل. وحكايه المعجزات اصلا يعني وانتوا خاربين الدنيا على الموضوع ده، ويوم ما بيبقى في صوره بتنزل نزل بزيت ولا بتبقى مصيبه والناس كلها بتعرف، فما بتخبوش نفسكم، والدليل كمية كتب المعجزات المالية مكاتبكم. تعال بقى الموضوع المعجزات نفسه، ايه بقى موضوع المعجزات ده؟ تقعد تقرأ بقى انت، تجيب كتاب كده، يعني انا مرة طقت في دماغي ان انا ايه اجيب كتاب معجزات للحاج كرولوس وكتاب معجزات تاني لواحد من الشهداء اللي قبل كده يعني اسمه ابو فان، وتقعد تقرأ بقى الكلام تلاقي كمية خزعبلات رهيبة وبعدين مفيش اي دليل عليها. واحد يقول لك انا مش عارف كنت راكب عربيه والدبرياج مكسور، وبعدين وانا ماشي لقيت طرقعه فرس جنب العربيه وفضل الاشارات مفتوحه لحد ما وصلت من اسكندريه لمصر، وهرتله رهيبه. يا عم طب ايه الدليل على الكلام ده؟ مفيش دليل. واحد يقول لك مش عارف كان عندي سرطان فين والسرطان خف، والدكاتره قالوا لي دي معجزه. طب يا عم فين هم الدكاتره دول؟ اسمها ايه المستشفى دي؟ فين الاشعاعات بتاعتك؟ مفيش. فين التحاليل بتاعك؟ فين اي حاجه؟ مفيش. فين الدكاتره اللي قالوا لك ان دي معجزه؟ مفيش اي دليل على اي حاجه خالص. لكن الكلام ده بيتكتب ويتنشر وبعدين بيتزود عليه التحابيش بقى، يعني برضو ده ايه
لو انت النهارده جيت حكيت لواحدك واحد صاحبك قصه وقلت له شويه تفاصيل، وبعد سنه صاحبك ده راح حكى لصاحبه وصاحبه حكى لصاحبه وانت جيت سمعت القصه بعد سنه، مش هتعرفها لان هيبقى اتحط عليها حاجات وتضاف منها حاجات رهيبه. موضوع المعجزات ده بقى يعني هو اساسا خدعه او تهرتله، لان مفيش دليل، عمرهم ما قدموا لنا دليل. وعلى ممر السنين مئات السنين تم اضافه حاجات رهيبه وتحابيش القصه بقى وبتاع. فيعني ما تتمطعش قوي يا عم داوود بيه، لان اللي انت بتتريق عليهم دول انتوا بتعملوا اكتر منهم. هي الفرق بس بينك وبينهم ان هم عندهم مور ميديا اكتر من عندك بس، لكن انت لو عندك نفس الميديا اللي عندهم كنتوا خربتوا الدنيا، وانتوا خاربين دماغنا لحد النهارده بموضوع المعجزات. وكل اساسا دليلكم على معجزه ماري جرجس، وماري جرجس جه مش عارف ركب الحصان، وواحده بقى تقرا القصه دي يقول لك مش عارف كان في ملك، وبعدين الملك ده كان عنده واحده بنت حلوه، وبعدين في تنين بيجي قال لي يشرب الميه كل سنه او يسد النهر بلسانه، وبعدين قال لك لازم كل سنه يقدموا له عروسه، فجت دور السنه دي على بنت الملك، راح الملك ما كانش مسيحي، راح جه واحد مسيحي قال له انده لماري جرجس، راح نده لماري جرجس، راح جه ماري جرجس بالحصان موت الحصان وشال التنين حطه له على دماغها ومش عارف وروحت بيه وراح بني له كنيسه. طيب دي المفروض ان دي قصه تاريخيه، عشان تتكلم عن التاريخ لازم التاريخ اولا لازم يبقى فيه اشخاص، لازم يكون فيه اماكن، لازم يكون فيه احداث، ولازم يكون فيه تاريخ سنه. القصه دي اسمه ايه الملك؟ محدش يعرف. اتحداكم من دلوقتي اي حد يقول لي الملك ده اسمه ايه؟ محدش يعرف، لان المديحه نفسها او القصه نفسها ما قالتش. بنته اسمها ايه؟ محدش يعرف. البلد دي كان اسمها ايه؟ محدش يعرف. النهر ده كان اسمه نهر ايه؟ محدش يعرف. كان سنه كام الكلام ده؟ محدش يعرف. امال انت النهارده جاي تحكي لي قصه تاريخيه من غير اي دعيمه من دعائم التاريخ اطلاقا؟ طب ما انت جاي تحكي لي ايه؟ يعني فين التاريخ؟ ده لا انت قايل لي اسامي ولا اماكن ولا اسماء نهر ولا سنه ولا اي حاجه. امال دي قصه ازاي؟ او ده تاريخ ازاي؟ والنهارده طبعا يا ويلك يا سواد ليلك لو كلمت واحد ارثوذكسي وقلت له ان دي اسطوره، وبعدين لما تطلع له بقى الاشد من كده تطلع له الاسطوره دي بحذافيرها في التاريخ الروماني وناس ليهم اسماء مختلفه وعملوا نفس الحاجات، على الاقل خالص بيقول لك اماكن فيها وبيقول لك اسماء فيها وبيقول لك تاريخ فيها، ومع ذلك هي اسطوره رغم توفر كذا شرط فيها. لكن المسيحيين يجي ينقشها منه ويشيل منها كل حاجه وتعتبر عاريه تماما من اي صحه، ويبقى يقول لك يا سواد ليلك لو قلت له ده كلام غلط او ده كلام ما حصلش او ايه الدليل عليه، تبقى كفرت وحل حرقك. وانت النهارده اللي جاي تتكلم عن معجزات عم داود بيه، يا عم عيب عليكوا يا عم، تعالى كمل هرتلك. الدجال هيجي يعمل معجزات، وربنا يسوع قال صريح بصريح العبارة، هيجوا يقولوا باسمك صنعنا قوات هقول ما عرفكوش. ايه ده بقى يا رب الكلام اللي يخوف ده؟ ممكن ايه المسيح اللي قال كده؟ والدجال هيجي بآيات تضل الناس. اذا احيانا المعجزات تكون وسيلة تضليل مش وسيلة ايمان. لكن من ثمارهم تعرفونهم. شوف واحد بيحب المسيح بحق باتضاع شديد بنقاوة حياته مستقيمة جدا، وبعدين لو ربنا استخدمه بشكل أو بآخر بيبقى بيختفي عشان المسيح يظهر. يوحنا المعمدان العظيم في الأنبياء بشهادة المسيح نفسه صديق العريس أعظم مواليد النساء، ما كانش بيعمل معجزات وما كانش بيتكلم بألسنة وما كانش بيوقع الناس، وخرجت إليه جموع تسمعه وكان بيقول كلام صريح واضح عملي، يقول لهم اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، لا تقولوا لنا إبراهيم أبا، تشتغلوا تعملوا حاجة. تلاحظوا أن المنهج الكاريزماتي لا يطالب الناس بالتوبة ولا يطالب الناس بالجهاد ولا بالأعمال، انتوا كويسين، انتوا اتغيرتوا، انتوا بقيتوا. طب يوحنا المعمدان اللي بيقول من له ثوبان فليعطي من ليس له، روح اعمل كذا وكذا، والمسيح في تعليمه توبوا ويدي أمثلة للتوبة، والتوبة تحقق في موقف في أعمال في جهادات. وإن كان الصديق بالجهد يخلص، فين دي راحت من الفكر الكاريزماتي؟ فالمنافق
والخاطئ أين يظهران؟ إذن في تشويه طبعا لصورة المسيحية والتجويه. طبعا برضو داود بيه بيناقض نفسه، لانه من البدايه عايز يقول لنا، او ده الفكر المسيحي، ان انت حتى لو انت انسان كويس ومعرفتش المسيح فانت هالك برضو. يعني لو انت مثلا انسان كويس وخير وبتساعد الفقراء وبتعمل كل اللي هو بيقول عليه ده، وانسان صالح وحلو وبتحب الناس وبتعامل الناس كويس، لكن ما تعرفش المسيح، برضه هتروح هتروح للجحيم. هو كده، والمسيح قال لك ايه؟ ليس احد ياتي الى الاب الا بيه. من رعاني فقد رعى الاب. اللي ما من ليس علي معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. اي حد، يعني هو ده عمق الفكر المسيحي. لو انت لم تقبل هذه القصه، حتى لو انت انسان كويس برضه هتروح الجحيم. وده في كل الاديان، يعني حتى برضه في الدين الاسلامي نفس الكلام. لو انت لم تصدق نبوة محمد، وتصدق ان الاله اللي اسمه الله ده هو ده اله الكون، وتصدق نبوة محمد وتتبع السنة النبوية، هتروح الجحيم او هتروح النار حتى لو انت انسان كويس. فحتى اديانكم يعني بتدعي لنفسها ان هي جات عشان تصلح حياة البشر، لكن عايزة تصلح حياة البشر بالخزعبلات والخرافات. وإن لم تتبع الخزعبلات والخرافات وتصدق الخزعبلات والخرافات حتى لو أنت إنسان كويس، برضو أنت إنسان هالك. فهل دي أديان تصلح حاجة؟ لا. لأن طب إيه الهدف إن أنا يعني أتبع دينك وبتاع؟ طب ما أنا ممكن أبقى إنسان كويس. مش هي الدين جاي عشان يخلي الناس يبقوا كويسين وعاملوا الناس كويسين، يعاملوا الناس معاملة كويسة ويبقى فيه سلام وسمو وبتاع؟ طب لو حد بيعمل كده من غير دينكم، إيه ظروفه؟ لا، ده برضو هيروح الجحيم. ليه يا عم؟ لان بقى الخطيه الاولى وادم بقى، ونرجع بقى للهرتله وبتاع. طب يا عم مسيحيتك دي اللي انت بتقول عليها هي المسيحيه الحقيقيه؟ ايوه. ليه يا عم؟ لان انت عايزني برضو التصق بالخزعبلات بتاعتك والقديسين بتوعك والهرتله بتاعتك. طب وان ما عملتش كده وانا انسان كويس؟ يقول لك اصل الجماعه التانيين ما عندهمش بقى فكره التوبه والجهاد وبتاع، وان انت تبقى انسان كويس ومع نفسك وخير وبتقدم الخير وبتاع. لا، ما عندهمش. طب وانت عندك؟ ايوه عندك. طيب لو انا عملت كده من غير ما اعتنق الفكر بتاعك، ايه مواضعي؟ بلاقي برضو اتهلك. يبقى انت جايب، انت عايز ايه؟ انت ايه هدفك من الموضوع؟ هدفك من الموضوع ان انت تخلي الناس تعتنق فكره وتمشي تحت طوعك، ويبقى اللي انت بتقول عليه انت بالعمه السوداء والجلابيه السوداء دي هو ده الصح. اي حاجه تاني يبقى ده مش صح. ويبقى النتيجه في الاخر ان هو اللي يدي لنفسه الحق ان هو يقول لك ايه الخير وايه اللي مش خير، ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فيبقى هو المتحكم الاساسي في حياتك، يا اما هتروح الجحيم. فعم داود بيه العالم خلاص عدى المرحله دي. العالم عدى مرحله ان اي دين والدين ده هو الصح والباقي غلط، ولا جوه الدين الواحد ده انتوا حتى مش عارفين تتفقوا مع بعض جوه الدين الواحد. وكل الافكار اللي انت قلتها اللي انت بتتريق بيها على التابعين الاخرين انت برضو بتعملها، لكن انت ترضى عنهم امتى؟ يوم ما يعملوا الافكار، نفس الافكار والخزعبلات، فكر بقى الخزعبلات والمعجزات والمش عارف والالسنه وبتاع، يوم ما يعملوها تحت طوعك تحت جلابيتك، فكده ايه؟ العمليه قشطه. يوم ما يعملوها بعيد عن جلابيتك، لا، يبقى دول مضللين بقى ووحشين وصوره اخرى عن المسيح وصوره مش عارف ايه وبتاع. ليه؟ عشان الموضوع ما فيهوش سبوبة عندكم، عشان هو ما بيسمعش كلامك. شيء سخيف يا عم داود بيه. ونلتقي في مقطع آخر من سلسلة سؤال مش محير. شكرا.